نشرة الأخبار المفصلة من قناة صلاح الدين، أهلا بكم. عبر الدكتور أحمد عبد الله عبد رئيس كتلة المحور النيابية زعيم حزب الجماهير الوطنية عن استغرابه حد القلق على مستقبل المؤسسة العسكرية من قرار نقل الفريق الركن عبد الوهاب السعدي من قيادة جهاز مكافحة الإرهاب إلى أمرية الدفاع، وقال في بيان إن الفريق السعدي قائد كبير ومتميز امتحنته ظروف المنازلة القاسية في معركة الوطن ضد الإرهاب، وقد خرج من جميع المواجهات مرفوع الرأس وشديد العزيمة، بوصفه عسكريا محترفا يضع سيادة الوطن وكرامة شعبه مفردة واحدة في قاموسه العسكري، لذلك فاز بمحبة مقاتليه والمواطنين في مختلف مناطق ومعارك التحرير وآخرها في قرية جنعوص شمال صلاح الدين، مضيفا إن شراكتنا معه في معارك التحرير تبقى شاهدا حيا على عراقية هذا القائد بكل مضامين الوصف. وطلب رئيس كتلة المحور النيابي رئيس الوزراء بالعدول عن هذا القرار وعدم الإصغاء لتبريرات المنزعجين من مهمة الفريق السعدي العسكرية في بناء ركائز مؤسسة عسكرية تدين بالولاء إلى العراق وشعبه، مؤكدا إن معارك التحرير أعززت هذه الحقيقة حيث أظهر هذا القائد العسكري غيرة على أهله بلا تخندقات جانبية، مضيفا إن الفريق عبد الوهاب السعدي الذي كرمته المؤسسات العسكرية الدولية قائدا استثنائيا يجد في بلاده جحود رسمي، وهو ما يزيد من قلقنا كسياسيين وممثلين لأبناء المناطق المحررة على صناعة القرار الوطني في المؤسسة العسكرية ورفضنا تصفية المزاجيات الشخصية على حساب المهنية العسكرية والخبرة القتالية الممزوجة بولاء وطني لا يلين.